مشاهدينا في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق الثالث. النهارده بنفتح معاكم موضوع غايه في الاهميه، هو من الموضوعات المسكوت عنها. ليه؟ يمكن ده احنا هنعرفه كمان شويه. موضوع غايه في الاهميه هو يمس كافه المواطنين بكافه طبقاتهم من الطبقه الدنيا الى الطبقه العليا. مفيش حد النهارده مفيش في ايده تليفون محمول، مفيش حد النهارده لا يتعامل مع السوشيال ميديا وفق بيانات الهاتف او شريحه التليفون بتاعته اللي بيبقى عليها ما يسمى بباقه انترنت، سواء كان كارت كان او فاتوره او ما الى ذلك. ترى هل هذه الاموال تصرف في مصادرها التي ينبغي ان تصرف فيها؟ بمعنى انا بدفع مقابل خدمه، هل انا اللي بدفعه باخد بيه الخدمه اللي هي مقابل اللي انا بدفعه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هو انا بدفع علشان الخدمه تتحسن من ابراج الشبكه الفلانيه او العلانيه، من تقويه شبكه، من انتشار شبكه، ولا بدفع عشان الفنان الفلاني الفلاني ياخد الفلوس دي قيمه اعلانات، والقناه الفلانه الفلانيه تاخد هذه المليارات مقابل اعلانات سنويه؟ لسنا ضد الاعلانات، ولسنا ضد ان يتولى الفنانين بعض الاعلانات، لسنا ضد هذا بالكليه، بل على العكس. نحن نحتاج إلى رؤية حينما تتبارى شركات المحمول في الإعلانات وفي إنتاج الإعلانات. لو الشركة دي جابت الفنان سين، الشركة دي تجيب صاد، الشركة الثالثة ممكن تجيب مجموعة فنانين. لو الشركة دي جابت لعيب الكرة الفلاني، الشركة الثانية تجيب فريق كرة. هو في إيه؟ هي الفلوس ياما قوي كده؟ طب لما الفلوس ياما قوي كده، ما تحسنوا الخدمة، ما تدوا للمواطن سرعة نت عالمية، ما تدوا للمواطن خدمات تستحق أن يعني ياخدها المواطن. خليني افتح معاكم هذا الملف، بالاضافه طبعا لاقوى ملف، ما حدث بالمونديال، ما حدث يعني في تصفيات كاس العالم 2018 في روسيا، يحتاج الى تحقيق موسع لبعض شركات المحمول ولاتحاد الكوره. اللي حصل يحتاج لتحقيق. بعيدا عن اللي حصل صح اللي حصل غلط، خلي جهات التحقيق هي اللي تقول، وخلي برضو ضيوفي الكرام على هذه الطاولة الآن نتناول هذا الموضوع. ورحب بضيوفي، رحب بالأستاذ مؤمن العقيلي المستشار القانوني. أستاذ مؤمن أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. وبرحب أيضا بالأستاذ محمود مصطفى وهو الخبير الاقتصادي. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك يا فندم. هذا مع حضرتك دكتور في حتة الاقتصاديات وحتة الأموال، هل أنا من حقي أطرح الأسئلة كمواطن، أن أنا أطرح الأسئلة اللي طرحناها في بداية هذه الحلقة، ولا أنا تعاقدت وباخد خدمة الشركة بقى تصرف الفلوس ترميها في البحر، هي حرة دي أموالها؟ لا، هو في من ضمن الاتفاق بينك وبين شركة المحمول ان هم يحسنوا الخدمة مقابل المبلغ اللي بتدفعه حياتك شهريا. المبلغ حياتك بتدفعه شهريا ده في جزء منه بيروح لتحسين الخدمة، فإذا ما كانش في تحسين خدمة ملموس للمواطن، المواطن له حق انه يعترض بصورة فردية او جماعية او غيره. تمام. طيب من الناحية القانونية أستاذ مؤمن، العقد الذي بين المستهلك وبين شركة المحمول، نعم، لو سميناه كده في جملة أو بنعم أو بلا، هل هو عقد متوازن أم هو عقد إذعان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أستاذ هاني، أنت بتصير موضوع يمكن مسكوت عنه، التعبير اللي يحضر لذهني واللي أنا أقوله ملوش ضابط ولا رابط. موضوع شركات الاتصالات صفة عامة، ومعروف ما هي شركات الاتصالات في مصر، النهج اللي بتنهجه او الشغل اللي بتشتغل. واحنا مش بنتكلم عن شركة بعينها، احنا بنتكلم عن منظومة عامة، بالظبط، عن خدمة، عن خدمة ايا كان مقدمة. انا بعترض على كلمة خدمة اللي حضرتك بتقولها. ليه؟ هذه الشركات بتوفر للمواطن او العميل منفعة مقابل اجر. الخدمة دي يعني بلا مقابل، انا بديك خدمة. يعني زي جهات الحكومية اللي بتخدم المواطن خدمات، تقدم له خدمات. لكن طالما أنا باخد منفعة مادية أو مالية، فأنا ما أطلقش عليها خدمة. أنا باخد منفعة مقابل أجر أنت بتاخد. العقود اللي بتبرم سواء لشراء خطوط الاتصال بتاعت هذه الشركات، هي عقود بتسمى في القانون زي ما حضرتك تفضلت، هي عقود إذعان بالفعل. وليه هي عقود إذعان؟ لأن أنا المتعاقد أو الطرف الثاني في هذا العقد ليس لي دخل في الاتفاق على بنود هذا العقد أو ما يحوي هذا العقد. أنا ماليش دخل، أنا زي ما بيجيب لي العقد بمضي عليه، وإلا مش هستفيد من خدمة أو من المنفعة، من المنفعة اللي هتدهني. لأن أنت في النهاية تتعامل مع موظف صغير هو لا يستطيع اتخاذ أي قرار ولا يملك أي قرار، هو في النهاية آلة بتنفذ. بالضبط. وبعدين القاعدة القانونية بتقول لك العقد شريعة المتعاقد،
يعني لما بيبرم عقد ايا كان هذا العقد بين طرفين بيتم التوافق والاتفاق بينهم على بنود هذا العقد سويا، حتى افراغ هذا العقد بشكله وتوقيع كل من الطرفين على البنود اللي اتفقوا عليها. تمام. لكن عقود هذه الشركات بيجيب لك العقد مطبوع جاهز ببنود اللي بالزبط. على هواه واللي على مزاجه اللي هو حاططها بنفسه واللي اتحقق له المنفعه اللي هو شايفها وبيجبر ومع ذلك هو برضه في العقد المحطوط زي ما قال الدكتور ان تحسين الخدمات. هرجع لك يا دكتور في جزئيه الاقتصاديات بقى. احنا بنتكلم في منتج هو من اعلى المنتجات تحقيقا للارباح على مستوى العالم وليس في مصر فقط. تمام. ولكن لو جينا نعمل يعني زي ما بيقولوا كده ديفرنت او نعمل دراسه سوق لما يدور في مصر وما يدور في العالم، سرعه النت في مصر هي اقل سرعه في العالم واغلى سرعه في العالم. تمام. ومع ذلك المواطن بيدفع، ومع ذلك المواطن متحمل. يجي اخر الشهر عليك فاتوره الفلانيه كام كذا، اتفضلوا كذا، في مقابل انه ياخد خدمه. حته الاقتصاديات ومقارنتها بالعالم بتشوفها ازاي يا دكتور محمود؟ هو الوضع بالنسبة لشركات المحمول اللي موجودة في مصر أعتبر أنه هو بعيد تماما عن مفهوم الاقتصاديات الخارجية دول العالم التانية بتاعتنا. احنا هنا في مصر شغالين بنظامنا احنا، وكل شركة منهم بتحط سياستها اللي بتطبقها على المواطن أو المستفيد من الخدمة أو المنفعة بطريقتها هي، ما يهمهاش المواطن فعلا استفاد أو لا. حتى هم في بداية المكالمة معهم يقولك دايما المكالمة مسجلة، بيهددك زي ما قال مؤمن بيه. نقطة تهديد، نقطة ايه لو يذراعك، خد بالك خد بالك انا يعني بحدي. خلي بالك انا بهددك عشان انا عارف ان انا غلطان وان انت ممكن تشتمني. بالظبط. فعايز يمسك هو على راسه بطحة يمسك عليك ايه هو هاجمك يعني، ما تهاجمنيش عشان انا بسجل لك يعني. فالنقطة دي طبعا موجودة عندنا في كل الشركات المحمول متفقين عليها، ودايما بنلاحظ ان حتى لما شركة منهم ترفع السعر شوية بعديها على طول الشركة اللي بعديها بالتبعية. زي ما يكون في اتفاق سري بينهم ان احنا هنرفع السعر، انت ابدأ الاول. في حين ان القانون هنا، وهنا الحته القانونيه ده متداخله قوي، ان جهاز تنظيم الاتصال هو المنوط بتحديد وتسعير. بالظبط كده. بس الجهاز هنا ما بيعملش حاجه مع الاسف يعني، حتى لما يتصل عشان تشتكي بياخد رقم الشكوى وبعد كده مفيش رد عليه. اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا الخدمه موجوده ولكن ضعيفه جدا مقارنه بالدول الثانيه. اديك مثال، مثلا الفورجي لايت اللي هي سرعه النت اللي موجوده حاليا قعدت كام سنه بعد الخليج ما دخل الفورجي عندهم. احنا عندنا كمان 4G لايت اللي هي المخففه او الخفيفه. السرعه عندنا بطيئه جدا لازالت طبعا، ومع ذلك بيحاسبك بالاسعار اللي هو شايفها تربحه هو بكثير. هو ما غيرش كتير من خدمته، وهو على فكره هو يعني عايز اقول ايه، هو حد بيكسب من الهوا يعني. بالزبط. لو اتكلمنا بلغه الاقتصاد، هو في النهايه التكلفه الثابته عنده واحده لمليون المكسب متصل. يعدل ال 500%. لا هي تكلفه ثابته، بيعدل 500% المكسب. لو عندي مشترك زي عندي مليون مشترك طبعا. صحيح. الكوست واحده. صحيح. طيب انا من حقي اقول لهم ايه الاعلانات الكتير اللي انتوا بتعملوها دي، ما توفروا مبلغ منها بلاش كلها وحسنوا الخدمه؟ من حقي ولا احنا ولا انا ماليش حق، ولا انا ابقى غلطان وقليل الادب كمواطن؟ هنا لا طبعا، لا طبعا احنا حقنا نقول ده، ولكن ما بنقولهاش بالطريقه دي. ان احنا نحتج على الاعلانات، يبقى الكلام ده بنوجهه للقنوات الفضائيه مش لل لا برضه قنوات الفضائيه انا هأبرئها، ولست يعني كمدير لقناه فضائيه لا والله. ولكن الفكره انا بيجي لي اعلان هو تمام. منتج بره مش انا اللي بنتجه. تمام. هو اللي جايب الفنان الفلاني او جايب اللعيب الفلاني او جايب فريق الكره الفلاني، دلوقتي بقت بالفرق ومجموعه الفنانين، بيقول لي زيع ده عندك وانا لازم ازيعه. ده بالنسبه لي انا بسعى للاعلان وباخد اجر. بس في حاجه اقول لك، لو اتفرجت على الاعلانات بتاعت السنه دي للفنانين اللي جم والنجوم وغيره وغيره، هتلاقي ان 90% من الشعب المصري بيشوف الاعلان، وبعد ما يخلص الاعلان هو مش فاكر الاعلان اصلا كان عن ايه. نعم. غير بس هو فاكر الفنان الفلاني. نعم. او النجم الفلاني كان في الاعلان. لو جيت سالته الاعلان اصلا فكرته ايه، يعني الخدمه اللي قدم لك ايه، هو مش فاكر. دي قصه ثانيه بقى اللي هي تردي الهيستوري بتاع الاعلان. بيعلن عن شكل من اشكال بالظبط، وده احد اخطاء شركات المحمول يعني. هو بتاعته هو دفع مبالغ باهظه. نعم. عشان يجيب الفنان ده او الممثل ده او غيره عشان يعمل الاعلان، زائد انه دفع ما بين 60 ل 100 مليون قيمه الاعلان في شهر رمضان. احنا بنتكلم في مليارات سنويا. بالظبط. احنا بنتكلم في مليارات إيه؟ سنويا. انت ما خدتش اي خدمه زياده ولا منفعه زياده ولا حتى قللوا التعريفه، ده بالعكس بيزود عليك التعريفه كل شويه. بالظبط. طيب استاذ مؤمن، كراجل بقى يعني بعيدا عن الحته القانونيه، خليني اقول لك كراجل مستخدم، كراجل مواطن، كشخصيه عامه،
بتشوف البذخ الإعلاني ده نوع من أنواع البذخ غير مبرر، ولا طبيعي أي شركة من حقها تجيب الفنان الفلاني، الفنانة الفلانية، مجموعة الفنانين، اللعيب الفلاني، مجموعة اللعيبة، بتشوفها إزاي؟ بص، أنا أولاً عايزين نقطة مهمة جداً نتكلم فيها ونحددها. إحنا لا نعترض على إن الشركات دي تكسب، هو مشروع تجاري مربح أيا كان نسبة الربح، ده حقه طبعاً. وأنا من وجهة نظر الشخصية وده رأيي، أنا شايف إنهم مكسبهم 500% زي ما بقول لك، يعني مش 100%، ده 500%، فهم بياخدوا. فاحنا لا اعتراض على ان هم يكسبوا، بس هل انت قصاد مكاسبك دي كلها بتديني خدمه ولا لا؟ بتديني الخدمه المعقوله المحترمه؟ انا اعتقد لا، ومن مواقف لكل المستخدمين. ليه؟ اللي انا بشوفه ان مجال الاتصالات في مصر زيه زي كل المجالات، الضمير ربما يكون غائب في مجتمعنا بصفة عامة. خليني أقولك فكرة الضمير، فكرة يوتيوبيا شوية، خليني أقول هنا بمعايير دولة، بمعايير سياسة، بمعايير اقتصاد، بمعايير سوق. نعم، أرقاب بالظبط. ما برضو دي نقطة تانية أنا هتكلم فيها، ولكن أنا بتكلم في حتة إيه. أنت بتعلن، أنت كشركة محمول، عن امتيازاتك وعن خطوطك وعن مسابقاتك وعن كل حاجة. هل أنا عندي ما يؤكد لي أنك صادق معايا؟ المحك بقى، ما هنا بقى المحك هنا. انا بالعكس، انا عندي العكس بقى، عندي الامارات اللي بتقول لي انك بتضحك عليا، ده في اعلانات تقول لك، الامارات اللي بتقول لي انت بتنصب عليا، اقوى شبكه في مصر وممكن تبقى ماشي تلاقيها بتقطع منك، اسرع انترنت في مصر وممكن تلاقي نفسك مش عارف تحمل صوره وتعمل لحضرتك صورة. انا اقول لحضرتك هو ده لا يعد غش تجاري، غش تجاري طبعا، أكيد طبعا في القانون. ده انا اقول لك كمان، وانا بتكلم بقى بصفه شخصيه على حاجات بتحصل معايا، انا ابقى شاحن الخط بتاعي وفي رصيد، ابص الاقي بعد كم مكالمه يقول له رصيدك نفذ. دي الشكوى العامه المتكرره حضرتك بقى، اللي يخلي الواحد فعلا يخرج عن شعوره فعلا. فانا خلاص اتصل، يا جماعه انا شحنت، ابص يقول لي ايه، انت عندك خدمه كذا انت مشترك فيها، وخدمه كذا مشترك فيها، وخدمه ضيعلك الشحن اللي عملته، انا ما اشتركتش. انت بتدخلني في، بتديني ميزاتك بمزاجك، يعني انت بتديني الميزات اللي عندك من غير انا اعلم عشان تاخد من رصيدي؟ لا، انا اقول لك بقى اللي بيحصل، انا ما اشتركتش، وده خطا ايضا وخطا قانوني، ويا ريت حضرتك تتولى بقى فضل هذا الامر في قضيه، وقضيه هقول لحضرتك حيثياتها دلوقتي. انا ممكن اتصل بحضرتك وانا عندي كول تون مثلا، نعم، بتاع الكول تون متعاقد مع شركه الاتصالات، انت ممكن وانت بترد عليا تشترك، ما بقول لك، ما هي دي الحاجات اهي بيديك هو اشتراكات وامتيازات ومسابقات انت ما ساعدتهاش، انت ما اخترتش بارادتك انك تشترك فيها، بتدليس ما هو ده تدليس وغش تجاري ونصب كمان. انت بتتحصل على منفعه ماليه دون رغبتي ودون علمي، انت ده قانون عقوبات هنا. لا، ده هنا قانون عقوبات. فانا دي شائعه جدا ونماذج كتير، يعني ده صحيح. يعني لو اتكلمنا على المشاكل بتاعت الشركات دي والسلبيات اللي بتحصل كل يوم مع المواطنين في حدث ولا حرج. طب انا عايز افتح الاتصالات، اخد كام اتصال كده في الحلقه، ويا ريت نحط لنا المشاركه بتاعت التواصل مع المشاهدين اللي عنده مشكله مع شركات الاتصال، بس هيبقى ده بعد الفاصل. نخرج فاصل ونعود اليكم مشاهدينا، انتظرونا وابقوا معنا. قبل الفاصل كنا بندعو مشاهدينا للمشاركات حول مشاكل شركات الاتصالات، وكان سؤالنا الآتي، هو وفق العدالة أيا كان النظام الاقتصادي للدولة، سواء كان اشتراكي أو ليبرالي أو ما يسمى بمختلط، ما فيش حاجة اسمها اقتصاد مختلط بالمناسبة يعني، ولكن خلينا نقول المصطلحات الدرجة عرفا مع عدم قناعتنا بيها، هو أنا ينفع أخذ من الفقير أبو 10 جنيه كارت، واللي بياخدها أصلا 5 جنيه دلوقتي أو أقل، وأدي للراجل الملياردير عشان يجي يعمل لي اعلان؟ دكتور، طب انا هبدا بجزئيه صغيره قبل دي، فضل. بس هي مهمه، ولو في ارقام حضرتك قلت لي في ارقام حصيله الاعلانات في رمضان هي حصيله الاعلانات في رمضان اللي فات 6 مليار و7 من 10 جنيه مؤمن بيه، رقم مهول. وده طبعا رقم بنقول الشعب تعبان والشعب فقير. معلش انا عايز اقوله تاني بعد اذن حضرتك، 6 مليار و7 مليار و700 مليون 6 مليار اربع شركات و700 مليون حصيله اربع شركات اعلانات في شهر واحد، كل شركه من دول صرفت في حين ان احنا محتاجين مليار جنيه ونعدل السكه الحديد، مليار جنيه ويبقى عندنا نظام تعليمي، مليار جنيه ويبقى عندنا نظام تامين صحي شامل. وصلت الرساله؟ اتفضل يا دكتور. انا قعدت في اليابان 21 سنه، من يوم ما دخلت اليابان لغايه يوم ما خرجت منها بيدفع 2000 ين في الشهر اللي هي معادل 20 دولار، تكلفه
استخدام التليفون بتاعك، الخط بتاعك لاي شبكه محمول بالنت بالاس ام اس 24 ساعه. دي شركات خاصه ولا دوله؟ شركات خاصه. شركات خاصه زي اللي عندنا هنا. ليه يا مؤمن بيه في دبي حضرتك بترفع سماعه التليفون وتكلم اي رقم في دبي مجانا؟ نعم. فمعنى كده ايه؟ ان هو 21 سنه ما غيرش التعريفه بتاعته على مدار الفتره دي كلها، والخدمه كل سنه بتتحسن عن التاني. طبعا اليابان مش يعني غني عن التعريف في التقدم التكنولوجي وغيره. طبعا كوكب شقيق يعني. الكوكب الشقيق كانوا بيوصلوا لدرجه ان انا ممكن بتكلم مع حضرتك، ده كان من 94 و95 يعني ايام ما كنا لسه هنا بنمسك التليفون الكبير ده. يعني التعريفه واحده قعدت سنين طويله، ثبات التعريف ولا عارف يا دكتور النهارده. عارف ليه؟ لان الياباني عامل حسابه مستقبلا على كل حاجه، فلما بيجي يسعر تعريفه زي كده تفضل سنين، زي بالظبط اللي في حي معين، انت الحي ده بتعمل له كل المرافق بتاعته، بس مش المرافق اللي تكفيك سنه وبعد كده تحفر تاني عشان تعمل، لا بتعمل مرافق تكفيك 100 سنه قدام. استراتيجي، تخطيط استراتيجي. فهو عارف ان التعريفه دي هيعدي عليها كذا سنه نفس الاستفاده هتكون بالنسبه له واحده، نفس المكسب واحد. بدأنا بالـ 2G جميل، ودخلنا 3G و4G في اليابان. ال4G و5G و6G، وبعد كده عملنا هيكاري. لا 6G وصلنا 6G في اليابان ده 2009. طايرين بال4G لايت. لا ده 2009. ده احنا كاننا رحنا المريخ وانتهى خلاص. 6G ده انتهى. بعد كده في هيكاري، وبعد كده في هيكاري اوبتكس، وبعد كده فايبر اوبتكس. ده احنا خيبتنا مش على حد. يعني انا طلعت من 2011 كان فايبر اوبتكس شغال. احنا بيضحك علينا يا شباب. اللي هي احنا بيضحك علينا يا ناس. مش بنتكلم بقى في ال4G لايت والكلام ده. وده كله برضو ما غيرش التعريفه بتاعه الشهر 2000 ين. ثابته؟ ثابته. انا بقول لحضرتك ولغايه النهارده ثابته 2000 ين في اليابان. فتخيل بقى احنا كل ما زودوا حاجه تخطيط يرموا بقى صالح عام موضوع في الاعتبار، وصالح مواطن موضوع في الاعتبار. طب في المقابل هو اللي هناك ايه مش صالح مواطن برضو؟ ما انا بقول لحضرتك بتكلم على هناك. وهنا انا بتكلم طيب. على هنا. هنا هنا في خلل، في خلل. احنا متفقين طيب. كل ما يزود حاجه هنا يزود معاه التعريف. ممكن نعمل مقارنه بسيطه كده ما بين ما يدفع ذا بيد اند ذا ريسيفد اللي هو اللي انا بستعمله كخدمه. معلش كده ممكن تعمل لنا مقارنه بين اليابان وهنا؟ دراسه مقارنه، مش شرط اليابان، اختار حضرتك الدوله اللي انت يعني تعجبك، وليكن بشكل تقريبي مش شرط جاست يعني بـ بـ بارقام ثابته. تمام. ارقام حقيقيه. هو عشان برضه اكون واضح معاك، احنا هنا لو اتكلمنا على مصر واليابان وجه المقارنه هيبقى ضعيف جدا، لان الخدمه هنا سيئه جدا مقارنه بهنا. يا فندم كوكب وكوكب، ففرق كبير، مش دوله ودوله يعني. انت هناك خدمات اصلا مش موجوده هنا، موجوده هناك كتيره جدا. استقبال مكالمات مجانية كتير جدا عندك، اتصال بمكالمات مجانية كتير جدا عندهم برضو، بتبقى خارج التعريفة وملهاش أي علاقة بالموضوع. بيديك عدد مكالمات شهرية دولية تتصل بره اليابان برضو، دي داخل 2000 ين اللي بتدفعها. اشتراك يعتبر، يعتبر اشتراك. بس في حاجة بقى مهمة عشان حضرتك تعرفها، ال 2000 ين دي اللي هي 20 دولار اللي هي بتساوي مثلا 350 جنيه مصري. نعم. بس لك أن تعلم أن البيبسي هناك بحوالي 80 جنيه. تمام. فلو جينا قلنا ال 2000 ين دي يا دوب فطار في مطعم هناك. فمتخيل بقى ال 2000 ين دي رخيصه قد ايه هناك؟ ايوه ايوه. ده يعني قيمه فطار فيري لو يعني بالظبط يعني قليله جدا. شهري شهري شهريا تعريفه شهري ما بتتغيرش ايا كان استهلاكك. اي 24 ساعه نت تليفون اس ام اس، وده بتدفعه قيمه زي قيمه فطار في مطعم. هات بقى قيس ده على هنا، وخدمه اللي بتستقبلها هنا مع القيمه اللي هناك والخدمه اللي بتستقبلها هناك فرق شاسع طبعا. يا فندم ده في فواتير بتوصل ل 2000 جنيه في الشهر لبعض الناس، وانا قريب من الليفل ده، وممكن يجي اخر الشهر الاقي انا فاتورتي الشهر 970 الانترنت. يا استاذ هاني يا دكتور، انا دلوقتي لما اجي شركه ما من شركات الاتصالات دي تقول لي باقة 1200 دقيقه بكذا، اتفضلوا عشان توفروا الباقة 1200 دقيقه شهر، بيقول لي في خلال شهر 1200 دقيقه، اعرف منين واتاكد منين واثق منين ان بيديني ال 1000 دقيقه؟ عد بقى، عد انت بقى، هتقعد تعد ركب عداد بقى. اثق ازاي في ظل السلبيات اللي احنا شايفينها؟ خد بالك لو دقيقه او ثانيه حسب الدقيقه الثانيه. طبعا ده هي الثانيه خلاص. ما الحاجات دي اللي بتخليه يجمع. تعرف انت اديتني فكره، اديتني فكره دلوقتي. طب دي رساله بقى للناس، ما الحاجات دي اللي بتخليه يعد فلوس. يا مؤمن بيه ما اعرفش انت هتأيدني ولا لا، انت والدكتور محمود في القصه دي، يعني في عندنا عباقره، وعباقره بمعنى الكلمه، بالذات الشباب الجديد. سيبكم من جيلنا، احنا جيلنا خلاص انتهى. ما تعملوا لنا ابلكيشن يعمل عداد على شركات الاتصال؟ موجود يا فندم.
موجود موجود في الاندرويد، ما اعرفش في الاي او اس موجود ولا لا، بس في الاندرويد موجود. يعمم بقى، عايزين حاجه نزلوا خلاص الموضوع ده موجود. بجانب قانون كمان، احنا لا تكفي الرقابه اللي احنا بنقول عليها رقابه على شركات الاتصالات، لا احنا عايزين قانون ولائحه خاصه بهذه قانون. الشركات يا استاذ مؤمن، قانون يعني مجلس نواب وتشريع. طب المشكله لازم الاجراءات، بس يكون في قانون يلزم هذه الشركات باعطاء المواطن حقه، يلزم هذه الشركات انه ما يسوفش على المواطن. طيب. ما يدلسش على المواطن، بس قبل ده احنا عايزين قانون يلزم المواطن. الشركات انه ما يعليش الفاتوره، انه ما يقولش ان انا عندي طريق مفتوح علي زي ما انا عايز في الطريق، البنزين زاد فانا هعلي القيمه. بيربطوا كل على فكره التسعير بيفكروا دلوقتي في زياده التسعيره من جديد بعد الزياده الاخيره بتاع الدوله عموما، يعني ده النهج بتاع الدوله، زياده الاسعار في كل المجالات. طيب. كل ما بيحصل زياده في سعر في سلعه بتزيد بقيه السلع والكلام ده كله. يا استاذ مؤمن، دلوقتي دكتور محمود بيقول لنا ان تم انفاق 6 مليار و700 مليون جنيه نعم في شهر رمضان من اربع شركات. السكه الحديد لما تيجي تتكلم وتقول انا عايز اعمل منظومه، ومنظومه صح الصح وعالميه، يقول لك انا محتاج مليار جنيه. تمام. منظومه الصحه تقريبا محتاجه نفس الرقم، منظومه التعليم 80 مليار نفس الرقم، يعني 50% من قيمه الاعلانات. تمام. ايهما اولى؟ ومع كل الاحترام والتقدير والكل على الراس، الانفاق على مجموعه من الاشخاص، مش هقول بقى دول ايه، ولا الانفاق على خدمات دوله وبنية تحتية في ظل دولة تعاني من أزمات اقتصادية حادة؟ أكيد البنية في ظل الأجور العالية اللي بيتقاضاها الفنانين اللي بيعملوا الإعلانات لهذه الشركات. ما سمعناش عن شركة من هذه الشركات بتتبرع لبناء مستشفى، تتبرع لبناء مجموعة مدارس، تتبرع لبناء مجمع سكني، رغم هذه المليارات الرهيبة. طبعا الأولى دي خدمة الدولة، ولكن هنا نرجع، العيب في كيف تدير الإدارة. انت بتصرف على، عفوا يعني، على الهلس، بتهمل اللي هو الاهم، فالاهم فالمهم. طب وانت جايب الفلوس دي منين بالظبط؟ وجايبها منين؟ جايبها من المواطن الغلبان. من الغلبان اللي انت سرسبته، وباسلوب الدعايه وباسلوب التشويق قدرت الوقت تخلي المواطنين المصريين ما فيش حد يقدر يستغنى عن المحمول. لا، وعلى فكره من اصغر لا 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 عيل لا لاكبر راجل. لا، ده في سؤال مهم حضرتك بتطرحه يا دكتورنا. هو انا رحت للشركات دي بناء على الاعلانات اللي مصروف عليها بزخ، ولا اوريدي انا اي نيدد او محتاج لهذه الخدمه فانا رحت لها؟ بصفه شخصيه انا بالنسبه لي انا محتاجها. حلو جدا. حضرتك يا استاذ مؤمن، يا استاذ هاني، يعني انت مستني الاعلان؟ قبل هذه الشركات تشترك. كنا عايشين ازاي؟ على التليفون الارضي. حلو قوي. لما تعلقنا بهذه التليفونات وبالاسلوب اللي استخدمته الشركات، وهي محقه، هو في كل العالم، بس انا مش مستني. انا عايز اقول لك ان انا مش مستني الاعلان عشان اروح لا. اجيب محمول. انت فاكر حضرتك الاعلان اللي هو مثلا الاعلانات اللي هي في رمضان بتاعت الشركات دي اللي كان فيها عدد كبير من الفنانين والفنانات وتقاضوا اجور فلكيه؟ فاكر الاعلانات دي بيعلن عن بيع خطوط؟ ده بيعلن عن شكل معين من اشكال مسابقات هذه الخطوط او هذه الشركات، يعني بيعلن عن موضوع بسيط جدا، وشوف بيكلفوا قد ايه، مليارات او ملايين بتدفع لهؤلاء النجوم والنجمات والكلام ده كله عشان يعلن عن مسابقه من الخط بتاعه، عن شكل جديد للخط صحيح. بتاعه صحيح. بس ده اللي بيعلن عنه. احنا بنقول المليارات دي كلها فعلا ليه ما بيوجهش ولو جزء بسيط منها للنهوض بهذه الدوله؟ لان احنا التعليم ده لو 50% من شهر رمضان فقط يحل ثلاث مشكلات في ثلاث وزارات بالظبط كده، يحل لي منظومه النقل. مش النقل قال مليار يا فندم؟ صحيح. ولا انا والصحه، والصحة تقريبا مليار، يعمل تأمين صحي شامل صحيح. والتعليم مليار جنيه تفوقه، هو نظام هو تعليمي هو صحيح. صحيح بدل النظام المعوق. يعني هو لما الرئيس قال لك جنيه عن طريق شركات الاتصالات، ها، وساهم وصندوق تحيا مصر، اتلم ملايين قد ايه؟ قول مليارات بقى، مش ولا مليارات قد ايه؟ كتير جدا. طب ما توجه الشركات دي تستقطع من مكاسبها وارباحها، ها، ومن المواطنين كله بيساهم في بناء بلده للخدمات دي الاهم، تعليم، صحه، زراعه. احنا عندنا المنظومات دي محتاجه مليارات زي ما حضرتك قلت. صحيح. طب انا عايز اروح لروسيا واحنا مع بعض كده على الهوا. اللي حصل في روسيا من بعض شركات الاتصالات واللي راحت بمجموعه من الناس ايا كان بقى هم مين، وحصل اللي حصل، الا يستدعي ذلك تحقيق في عده اتجاهات في شؤون ماليه وشؤون اداريه، وايضا ما حدث للمنتخب يتم التحقيق من خلال اتحاد الكوره؟ اللي حصل المنتخب ده اصلا يعني في مخالفات كتير، المفروض كان قبل ما يروحوا هناك يتحط لها خطه، واحد اتنين تلاته اربعه مسموح بيه، واحد اتنين تلاته اربعه غير مسموح بيه.
ولكن هم هناك بيروحوا مجرد ايه؟ مجرد رحله فسحه. وكانت النتيجه في الاخر ايه بعد الفسحه والرحله دي؟ ان هم رجعوا من اول جوله. ده من الدور التمهيدي للاسف. بالظبط. انا عايز اقول لك على حاجه، نفس الموضوع ده يا دكتور حصل، فاكر يا مؤمن بيه موضوع مصر والجزائر في السودان؟ ايوه. هو برضه كان في فنانين واتوبيسات الفنانين. لا وقالوا على نفس المشاكل. قالوا الفنانين ما كانوش في الفندق. بص عشان جايبين الفنانين متصورين معاهم. الواقعه دي احنا بتخلينا نتكلم ايه؟ كيف تدير برضه؟ انت بعثه لتمثيل الدوله. ايا كانت بعثه رياضيه سياسيه، ده منتخب بلدك في كره القدم ورايح يشرف بلده. المفروض انت بتدير وبتحافظ على الاجواء صحيح. اللي تخلي هؤلاء الاولاد يبذلوا قصارى الجهد لتمثيل البلد بشكل مشرف ايا كانت النتائج دي. لعبه رياضيه فيهم ناس بقى تسهرهم اللي كل ما اللي خرج بقى بهدف زي ما قال الدكتور راح يتفسح. لا يعني ان اللعيب ده يركز مع الماتش وما ينفعش ان انا اتصور معاه وما ينفعش ان انا اسهره، لا هو راح يتفسح. لا احنا كان اللي بيدير الموضوع ده هو اللي يسأل، ولازم يجرى تحقيق في هذا الموضوع من هذا المنطلق. يبقى من هذا المكان نطالب الجهات الرقابية في الدولة بتحقيق موسع مع اتحاد الكورة. مفيش حد كبير على المحاسبة، اللي حصل كارثة. أيضا شركات المحمول وشركة بعينها اللي قامت بالموضوع بتاع روسيا محتاجين ان احنا نستفهم منها، انتوا الفلوس عندكم ياما قوي ليه كده؟ طب ما تصرفوها على الخدمات. سؤال اعتقد انه مشروع ولا ايه يا دكتور؟ طب تسمح لي اقول لحضرتك معلومه. في معلومه ان في جهات رقابيه دلوقتي هتتولى ملفات اتحاد الكوره. الموضوع يعني لمراقبه كيفيه الحسابات وكيفيه الصرف. كل ده كلام لحد دلوقتي؟ لا لا لا, 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 لا انا لا لا المعلومه اللي عندي اكيد فعلا اتخذت خطوات وشكلت لجان وهتتولى هذا الموضوع، لان رئيس اتحاد الكوره طلب بعد رجوعه ان يعمل مؤتمر صحفي، عمل مؤتمر صحفي ما طلعش في بجديد، انكر كل ما اشيع فقط. يعني ده اللي عمله في المؤتمر ده. الشمس موجوده طالعه. لا هو عمل ايه؟ هو الشمس موجوده وطالعه. قال الحاجات حلوه والدنيا جميله. قال لك الشمس مش موجوده، ده الجو غيوم. هو ما فيش حاجه حصلت. يعني الشمس مسيحه دماغنا، تقول لي الشمس مش موجوده. انا يهمني الماليات رقم واحد في التحقيق اللي يجرى في هذا الموضوع بتاع ملف كاس العالم. طب هو عادل الماليات والاداريات اللي هي ازاي المنتخب في الشيشان؟ ما انا بقول لحضرتك بعثه المنتخب والاجواء المحيطه ليهم، ما انا بتكلم في الاجواء المحيطه ليهم والماليات. يعني انت واخد من الاتحاد الدولي عشان تعمل معسكر اعداد للمنتخب مليون و800 ألف دولار. الفلوس دي فين؟ لما انا اسمع كمواطن انك رحت على حساب دوله الشيشان ورئيسها استضافك مجانا، ما دفعكش ولا مليم في فندق اماراتي، والفندق فين إمارات. الفلوس اللي خدتها من الاتحاد الدولي ده يسال المسؤولين في اتحاد الكوره عن هذا الكلام. تمام. لازم يجرى تحقيق. وسماح اتحاد الكوره بهذا الوفد من هذه الشركه ليه؟ مش ده سؤال برضو؟ ولو برضو دي برضو لا تعنيني. ماشي انا متفق معاك، بس انا قلت لك كل اللي طلع سواء مواطن بقى فنان فنانه مواطن عادي طلع عشان يتفسح ويشجع منتخب بلده. ماشي. المنتخب بقى والاجواء اللي هو مركز فيها في المباريات، انت ليه بتخلط الامور ببعض؟ دول بيروحوا لهم ليه؟ فن في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها. احد الفنانين بدون ذكر اسماء طلع في التلفزيون وقال احنا استلمنا التذكره بحجز الفندق. نعم. الفنان الفلاني الفلاني في الفيديو المشهور. الله ينور عليك. تمام. على حساب الدوله. يعني انت بتطلع الفنان على حساب الدوله رايح المكان الفلاني بالفندق بالاقامه بالاكل والشرب، هو مش دافع ولا مليم. الدوله تحملت ده وبرضه ما حملهمش. بقى لنا 28 سنه مستنيين نروح كاس العالم وفي الاخر اهدرنا ده في اسبوع. انا ما حملهمش برضه مسؤوليه 28 سنه راحوا في اسبوع، لان اللعيبه اللي بتلعب انا احمل المسؤولين عن الفريق عن اللعيبه. بالظبط كده. الاجواء اللي وفروها للعيبه. بالظبط كده. بس مسألش الفنانين. ثلاث ساعات ونص رحله رايح للاستاد. بالظبط. وذهاب واياب. انت رايح يعني عارف احنا عملنا مش في رئيس بعثه يا فندم؟ احنا كان كاس العالم في مسؤولين عن هذه البعثه. احنا كان كاس العالم ده في مصر بيتلعب في القاهره ونزل المنتخب قعدناه في نيجيريا تقريبا نفس المسافه. نعم. ويعني مع التقريب 3 ساعات. احنا وعدنا المشاهدين ان احنا نتلقى بعض الاتصالات وبعض الاستفهامات، ومعانا الاستاذ يوسف من مطروح. استاذ يوسف اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اهلا وسهلا بكم بذات قناه الصحه والجمال. اهلا بيك. تنميه التعليم في مصر مهمه جدا. طبعا. لان يعني احنا كمواطنين عايزين نبني مدرسه مش قادرين. لكن لما يكون في تنميه في الدوله، في تنميه اداره، يكون في الدوله اداره تخطيط بالنسبه للتنميه البشريه
واداره تخطيط بالنسبه لل يعني في كل حاجه، في الزراعه، في الصناعه، في تطوير العلم، في كل حاجه. بس برضه يكون يعني يعني يشوف العيل. طب انا هسالك سؤال يا استاذ يوسف. استاذ يوسف، استاذ يوسف، شركات الاتصالات صرفت في رمضان 6 مليار و700 مليون جنيه اعلانات بس. لو صرفنا نص الاعلانات دي على 3 مرافق في الدوله كل سنه، على التعليم، على الصحة، على النقل، مش يبقى أولى وأفضل؟ لا أولى. ما هو احنا بص، احنا أهم شيء التعليم ده. تمام. مفيش حاجة هيطور مصر غير التعليم. تمام، برافو، صح. يعني أنا بص، يعني مثلا أنا ما حدش وقف جنبي في القراءة والكتابة يعني مش جيد في القراءة والكتابة. ليه؟ لأن ما حدش وجهني. تمام، أنا بشكرك في يوسف، وصلت رسالة، بشكرك شكرا جزيلا. طيب دكتورنا في المقابل هتطلع شركات المحمول هيقول لك أنت مالك، دي فلوسي أصرفها زي ما أنا عايز، أرميها في البحر. أنا مالي ومال مرفق السكة الحديد، أنا مالي ومال الصحة، أنا مالي ومال التعليم، هو أنا الحكومة؟ ما تروح للحكومة. تمام. هنا السؤال أو الرد منطقي، ما حكم في ماله ما ظلم. تمام. ولكن أنا لو قلت له تعالى اعمل لي مرفق السكة الحديد واصرف عليه المليار ده، وخد اعلانات على الطريق لمدة سنة، على القطارات لمدة سنة، مش هنا فاد واستفاد؟ نظرية اقتصادية في محلها طبعا. تعال ابني لي مستشفيات وطور لي مستشفيات وخد جواها شاشات عرض اعلن فيها لمدة سنة. تعال ابني لي مدارس وحط على جدار المدارس او جوه المدارس دعاية لحضرتك وعيش واكسب. هقول لحضرتك حاجة صغيرة. زي ما كان في دوري لاحد شركات المياه الغازيه للمدارس، اوقفت الحملات الاعلانيه لمده سنه وصرفت على المدارس، راحت يعني سياسه دور تو دور من الباب للباب. تمام، هقول لك حاجه صغيره. كان في فتره من فترات شاب صغير طلع في قناه من القنوات الفضائيه واقترح اقتراح صغير جدا، قال تذكره المترو الجانب الاصفر بتاعها ده احنا ممكن نستغله في اعلان، وده هيجيب عائد كبير جدا للدوله، ونخفض تذكره، ونخفض بيه قيمه التذكره. حلو جدا. هل عملوا بيه؟ طبعا حاجه مش صعبه يعني. ما عملوش، وهيجيب دخل. يعني انت بتعلن، خلي بالك، خلي بالك، انا كده خليت بند الاعلانات في موازنات هذه الشركات هو بند اعلان، ما غيرتش في المنظومه شيء. ولكن اعلان بناء، الشعب نفسه هيحبها. انا لما اركب قطر محترم وانتقل بيه من مصر لاسوان ولا من القاهره لاسكندريه، وجنبي الشركه الفلانيه او الشركه الفلانيه هي اللي عملت ده وبتعلن، انا هضرب تعظيم سلام لهذه الشركه. تمام. لما ادخل مستشفى واتعالج والشركه دي اللي عامله المستشفى او مطوراها، انا هضرب تعظيم سلام، هي اعلنت وانا حبيت هذه الشركه. لما الشركه دي تبني مدرسه وتعمل اعلان للشركه الفلانيه، انا احب هذه الشركه. ده اللي انا عايز اقوله بقى، ان احنا نوجه الشركات كلمة نهائية بقى، عشان ان احنا نوجه الشركات دي، بس لازم يكون بجهه ليها السلطه عليها. ما فيش حاجه توجيه المواطن مش هيعمله. جهه ليها سلطه عليها زي اللجنه التشريعيه في مجلس النواب او غيره او غيره، يصدروا قانون بكده منع شركات المحمول من عمل اعلانات تلفزيونيه، وفي نفس الوقت نديهم المجال انه يعمل اعلانات في اماكن تانية مقابل اصلاح الجانب ده في الحكومه. هي كوتا واحده، واحد ياخد مرفق الاتصال، واحد ياخد مرفق النقل بالظبط والمواصلات، واحد ياخد تعليم، واحد ياخد صحه، والرابع ممكن يتولى حاجه تانية، يدعم الاربعه، يدعم الثلاثه التانيين. مصر مش فقيره والله. مو بكلمه دي دكتور خيالي، بص انا اقول لحضرتك حاجه. طبعا الفكره اللي قالها الدكتور دلوقتي بتاعت الولد اللي اخترع اعلان على تذكره، احنا للاسف الشديد مجتمعنا كله او كمصريين عندنا ثقافه كيفيه الانفاق، لكن كيفيه الحصول او التحصل على موارد، الموارد او او اه او تحسين موارد، ده مشكله مصر في كل المجالات. الاداره اللي انا بدات بكلامي، مصر فقيره يا دكتور؟ لا مش فقيره، استحاله. ما انا بقول لك عقليه تخطط زي هذا الشاب الصغير بفكره زي كده. وبعدين الشركات اللي المحمول اللي انت بتطالبها دلوقتي بالانفاق او المساهمه في التعليم والصحه والزراعه، طب ما تقول لك انا بدفع ضرائب للدوله، ما الضرائب دي بتروح توجه الحاجات دي. ما انا برضه ازاي تدير، هي المشكله هنا، كيف تدير وكيف توجه. مش انت عايز هذه الانفاقات، بس الفكره دي صح، وجهه وجهه في اتجاه معين. تعالى اعمل اعلان، ابني مليون مدرسه وحط عليها اعلانات. مشاكلنا كلها عايزه تدير ازاي، كيف تدير إدارة للصالح العام، وكيف تدير بشكل تنموي ويدير تنموي. ألخص الحلقة النهاردة، 1، من حقي كمواطن اتضح ان انا ليا حق، وفي العقد اللي سماه مؤمن به
وبصفته مستشار قانوني عقد إذعان لأنه مبني من طرف واحد. اتضح أن أنا لي حق ما يسمى ببند تحسين الخدمات، هل ده بيحصل؟ نتحاسب بقى مع الشركات. من حقي أخد خدمة مقابل اللي أنا بدفعه. اتضح اللي أنا بدفعه لو خدته في أي دولة خارجية هاخد قده 20 ضعف من سرعة انترنت، من سرعة شبكة، من باقة ممكن تبقى بلا حدود، زي ما الدكتور محمود قال لنا في اليابان بيدفعوا 2000 ين سنويا أو شهريا بما يعادل 20 دولار، الكلام ده من 21 سنة وإلى الآن وبلا حدود. من حق الشركات المحمول تعمل إعلانات، من حقها تصرف 6 مليار و700 مليون زي ما هي عايزة أو أكتر أو يزيد أيا كان الرقم. بس برضو من حق الدولة عليك يا شركات المحمول اعملي إعلانات، بس اعملي إعلانات تنموية. بمعنى إيه؟ لو كل شركة من الشركات تبنت بند من البنود اللي فيها خلل، يعني الشركة سين تاخد بند النقل والمواصلات وتعمل شبكة سكة حديد محترمة بدل ما بنصحى كل فترة والتانية على كوارث وعلى دماء وأشلاء. في المقابل انت مش هتدفعي الفلوس كده وبس، لا، على هذه القطارات بالداخل والخارج وفي المحطات عرض لمدة سنة إعلانات مجانية، وبعد السنة الدولة بقى تؤجر هذه الإعلانات. يبقى أنا كده عملت حاجتين أو 3 حاجات، عملت الإعلان اللي أنت عايزه، عملت تنمية للمجتمع، المجتمع بيحبك وهيموت في دباديبك بالمناسبة، وعملت بعد سنة إنكم جديد لهذه المرافق يعود عليها بالنفع لتطور نفسها ذاتيا. شركة صاد تاخد مرفق التعليم تبني مجموعة مدارس متطورة عالمية وتديها للدولة، والدولة تديها حق الإعلان فيها لمدة سنة. واحد تالت ياخد مرفق الصحة يطور المستشفيات الموجودة، يضيف للمنظومة مرافق جديدة، وبعد كده ياخد إعلانات لمدة سنة فيها. القيمة دي هتكون 50% من المبلغ اللي هو 6 مليار، يكفي ال3 منظومات دول. وعلى هذا الموضوع ممكن نحل مشاكل كل الوزارات ومشاكل البلد. مصر مش فقيرة، هكذا اتفق ضيوفي. دكتور تتفق ان مصر مش فقيرة؟ تمام. وكيف تكون فقيرة وهي خزائن الارض؟ انتهت حلقة النهاردة. مطلوب تحقيق على اعلى مستوى ومن جهات رقابية ومن جهات نثق في نزاهتها فيما تم من عبث كما يقول البعض فيما حدث في كأس العالم 2018 في روسيا. بشكر ضيوفي استاذ مؤمن العقيلي المستشار القانوني، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، ربنا يخليك. الخبير الاقتصادي الدكتور محمود مصطفى، شكرا جزيلا يا دكتور. عفوا يا فندم. والشكر موصول لكم مشاهدينا الحسنى المتابعه، يتجدد بكم اللقاء وحلقه قادمه والطريق الثالث الى مثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدباني يحييكم والى اللقاء.